بغض النظر عن المباراة ماذا يحدث لاتحاد البليدة، سيناريو بداية موسم ليس كالعادة، وتركيبة توالت سقطتها وزادت متاعبها حتى في ملعبها. خالد لونيسي جديد الخضراء وإن لم يظهر في صور المباراة التي بدأها رفقاء هواري بضغط كبير. النجم رد بمخالفة أميري بين يدي بوطاغا، الضغط تواصل لكن الخطر وقعه رفقاء بخاري، توزيعة من اليمين إلى اليسار ضيعها نزواني في آخر المساء. مهدي قاسم حاول قيادة الاتحاد تنظيم الصفوف وهو ما أتى بعد الدقيقة 30. مهدي سدد وزايدي رد والكرة استقرت بين رجلي زرقين الذي ضيع إلى حين. قاسم مجددا وضع الكرة في الدقيقة 40 فوق رأس زرقين بدون جديد، لتتوالى الركنيات واستماتة الدفاع المقراوي طيلة المرحلة. النجم بعد الاستماتة دخل الشوط باندفاع أكبر، أميري نفذ ركنية وبخاري بدون مراقبة أرسل رأسية داخل الشباك. هدف أول حرك رفقاء نزواني والأنصار فيما لم يتحرك الاتحاد بتغييراته وبركنيات قاسم مهدي وتوزيعاته نحو عمق الدفاع الأزرق الذي صنع الخطر مجددا بالكرات الثابتة مرات وبالهجمات المعاكسة في مناسبات، حتى سجل أميري ثاني الأهداف ووقع النقاط الثلاث والفوز الأول تاريخيا للنجم ببراكني قبل النهاية. 12 في الحقيقة في الشوط الثاني شفنا نقاط ضعف بليدة في الدفاع، اقحمنا مهاجم ثالث والحمد لله وفقنا ربي وسجلنا الهدفين. مباراة أخرى بدون فوز للاتحاد، الباحث عن نفسه، عن هويته، عن حقيقته الغائبة، فماذا يحدث وإلى أين يسير نادي مدينة الورود الغائبة في مشهد المحترف الثاني؟ كم يصعب